تعاني مديريات محافظة حضرموت من أزمة في المشتقات النفطية، وبالتحديد في مادة البترول منذ الخميس الماضي، حيث شهدت العديد من محطات بيع المحروقات طوابير طويلة للمركبات. عادت الطوابير من جديد إلى محطات بيع المشتقات النفطية في مديرية محافظة حضرموت منذ الخميس الماضي على خلفية انعدام مادة البترول، والتي شكلت أزمة عادت للظهور بعد غياب. في هذا المكان ترتص المئات من المركبات والدراجات النارية في طابور طويل من ساعات الصباح الباكر وحتى المساء بحثا عن البترول. وتحدث مواطنون لقناة المكلا عن معاناتهم اليومية للبحث عن المعدوم. الآن نحن أكثر من 3 أيام 4 أيام نحن مسبقين في الطوابير هذه. تيجي عند ترمبة يقول لك ما فيها بترول، ما فيها بخرجت، في يعني خاصة دار المحافظة، ولا هات لك ورقة من المحافظة. يعني كيف نورق وأنا إنسان مواطن؟ يعني كيف نجيب شغلي على التاكسي؟ يعني من الصباح أنا أسأل من الآن حسب ما أشوف الوضع كيف المحافظة. وضع مخبوط، يعني المحطات كلها فاضية. الباخرجت قالوا باخر أخرت. الديزل والبترول نعاني الآن برضو بترول زفت، يعني يفر من نفسه، تعبي 20 لتر 40 لتر، عايش لك 3 مشاوير 4 مشاوير قدام عشت فيها. يتخوف المواطنون من ظهور جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، وهي ما جرت حسب العادة تختفي مادة البترول وتعود بسعر آخر مرتفع. وبالرغم من تخوف المواطنين، تأتي شركة النفط بساحل حضرموت لطمأنة المواطن بأن لا زيادة في أسعار المحروقات. ومع غياب المشتقات النفطية في السوق المحلي، ستشهد الحياة العامة ارتفاعا للأسعار بشكل ملحوظ في النقل والمواصلات في ظل غياب الرقابة، حسب ما أفاد به مواطنون. أنه اليوم في حاصل ارتفاع في سعر الصيد بسبب الأزمة على البترول، لأن الناس أغلب البحر ما خرجوا اليوم، سبب ارتفاع في سعر الصيد. عندك برضو الأجرة، عندك أصحاب الخضرة، أصحاب نقل الخضرة، النقليات بشكل عام ترتفع. عندك الصيد هذا يعني متطلب يومي، وارتفع بسبب الأزمة حق اليومين دي. أضف لنا يعني أشغالنا كلها وقفت. نحن اليوم أنا بالنسبة لي شغلي وقف، كثير ناس أشغالهم وقفت. معاناة كبيرة يتجرعها المواطن يوما بعد آخر، وما أن تنتهي أزمة تعود أخرى للواجهة دون تدخل فعلي وعملي لإنهاء المعاناة التي يكتوي بنيرانها المواطن في كل حين.